نتحدث عن آخر تحركات الأسواق العالمية مع لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب. لينا أهلا ومرحبا بك معنا. الحدث الأبرز والكلمة الأعلى كانت لجيروم باول أمس، كيف قرأتم يعني ما سمعناه من جيروم باول وتحديدا بما يتعلق بمعدلات التضخم والتي لا يزال يصر بأنها مؤقتة، ولو أنه غير من توقعاته لاستمرارها حتى منتصف العام المقبل وليس فقط للشهور القليلة القادمة؟ نعم، أهلا بك مي. بالفعل قرار الفدرالي الأمريكي جاء كما هو متوقع بتثبيت أسعار الفائدة عند قرب أدنى مستوياتها التاريخية، وأيضا بداية تقليص برنامج شراء الأصول ب 15 مليار دولار شهريا، 10 مليارات سواء كانت للسندات الحكومية، وأيضا 5 مليارات كانت للرهن العقاري. فبالتالي تم تسعير هذا قرار الفدرالي الأمريكي بالخفض، وكنا ننتظر أن يتحدث عن التضخم. يظهر أنه قال مصر جيروم باول بأن التضخم عابر أو مؤقت أو أكثر من ما ومرحلي، فبالتالي سعر المتداولون هذا القرار بأنه لن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة، لأن كانت الرسالة أنه سواء كان هذا التقليص إذا سيتم أي رفع أسعار الفائدة لن يتم قبل يونيو أو يوليو من السنة القادمة، يعني نتحدث سوف يتم تقليص برنامج شراء الأصول حتى نهاية شهر مايو. بالتالي شهدنا كيف أن الأسواق الأمريكية ارتفعت بمستويات، نحن نتحدث عن مستويات تاريخية للداو جونز بأكثر من 36,100 نقطة، وأيضا مؤشر S&P 500، لكن لا أتفق بأن التضخم سيبقى عابرا أو مؤقتا. سوف يستفيد التضخم الآن ربما من انخفاض أسعار النفط الذي تحصل، هو سوف يحد من ارتفاعات التضخم، لكن باعتقادي مي أنه التضخم مرتفع بشكل كبير. نحن نتحدث عن 5.4% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين وحسب الكور بي سي إل، بفضل الفدرالي الأمريكي بأكثر من 3.6%، فالتضخم سوف يكون منخفض حتى نقول بأنه وصل إلى المستويات المستهدفة بفضل الفدرالي الأمريكي عند 2%. ما زالت أزمة سلاسل التوريد، أزمة الطاقة عم بتأثر، فبالتالي نحن الآن سوف نترقب بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الأرضي، تظهر ستعطينا صورة أوضح عن اتجاهات الأسواق المتوقعة أن تكون انخفاض في معدل البطالة، وأيضا أن تحقق الوظائف 455,000 وظيفة. الدولار كيف تراجع، واليوم بدأ ببعض الارتفاعات في حالة من التذبذب. لا أتوقع يحصل كما حصل في عام 2014 بعد تقليص برنامج شراء الأصول، شفنا دفعة قوية للدولار الأمريكي، لا، لأن الظروف بالفعل مختلفة. فأتوقع مزيد من الارتفاعات سواء لأسواق الأسهم الأمريكية في ظل السياسة التحفيزية مع بدء تقليص برنامج شراء الأصول، يعني تستمر السياسة التحفيزية. طيب، يعني لينا لدينا يعني ملفان لا ينفصلان عن بعضهما بهذه الفترة، وهو ملف التضخم وملف النفط. يعني اليوم النفط عاد لنوع من التراجعات، ولكن الجميع يراقب التطورات بشأن اجتماع أوبيك بلس. لأي مدى ترين بأن اجتماع اليوم سيأخذ بعين الاعتبار احتمالات عودة الموارد النفطية الإيرانية للسوق؟ نعم، بالفعل كما ذكرت مي أن أسعار النفط انخفضت سواء بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العامل الأبرز والأكبر هو عودة المفاوضات بين إيران والدول الكبرى حول ملف إيران النووي. بالتالي هذا عم بيأثر على أسعار النفط، وسيكون هناك اجتماع في 29 من هذا الشهر. فبالتالي يعني متوقع من اجتماع أوبك بلس عم ننتظره نحن اليوم، هو غالبا التوقعات كلها تشير إلى الإبقاء على 400,000 برميل يوميا، وخاصة مع عودة المفاوضات حول اتفاق إيران النووي. يعني عودة الصادرات النفطية الإيرانية، هذا سوف بالتالي يعطي دفع بأن لا تقوم أوبك بأي رفع للإنتاج، سوف تبقى على نفس الرفع ب 400,000 برميل يوميا. لا ننسى أنه المخزونات عم ترتفع، ونحن عم نشوف ارتفاع للمخزون بشكل عام بأكثر من 434 مليون
برميل يوميا، فبالتالي اي تعديل في سياسه اوبك وغير من المتوقع برفع الانتاج بواقع 400 الف برميل يوميا سوف يكون طبعا ضغط على اسعار النفط، وسوف نرى الخام الامريكي الخفيف حوالي 75 دولار للبرميل، لكن الابقاء على نعم. على هذه السياسه لن تؤثر كثيرا على اسعار النفط، سوى ملف الايران النووي متوقع انه سوف طبعا يضغط على اسعار النفط، لكن اتوقع انه استمرار الارتفاع نعم. والصعود لاسعار النفط في ظل المعطيات نعم. وفي ظل ازمه تعثر سلاسل التوريد وازمه الطاقه، وربما نصل الى مستويات اكثر، لكن على المدى القصير توقعات بموجات هابطه. شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة اسواق ماليه في إكويتي جروب.